مرحبا. امبارح بالليل تقريبا الساعة 12 بالليل اجتني تاج على الفيسبوك انه روب ستيفنز سوى فيديو، سوى لي تاج. ام افريد انه حيكون تبع الايس باكيت تاج، بس انا ما قاعد بارتيسيبيت ان ذس. خلينا نشوف الفيديو واحكي لكم شو سويت اليوم. Stevens, Brett Weir has nominated me to take part in the Gaza Sand Bucket Challenge. I totally agree with him. I believe the children of Gaza should have toys to play with and be showered with them and not bombs. So I'd like to nominate, first there's something else. اوكي سو ام جونا دو، بدي اشيك على الرابط اللي بيحكي عنه اللينك واشوف شو قصه الكامبين. ف فشفنا الموضوع انه كامبين تواجد على زومال عن طريق صاحبنا واخونا عبد الله الطهروي، وهو بده يجمع فلوس ل غزة كيدز الموجودين بالشلتر. الجول تبعه بخلص خلال 15 يوم، الجول 10,000 دولار. جمع سو فار 3,261، هون مبين عندنا الجول 10,000 وجمع 3,261. الحمد لله خلال ساعة مريت على موظفين زين وجمعت 50 بليدج $10 تقريبا $500، وان شاء الله من هون لاخر اسبوع راح نبعتهم لزومال. شكرا كثير روب ستيفن، شكرا لموظفي زين، والسلام عليكم.